ليه كل ده؟ عموماً الملفت للنظر في الواقعة دي إن الممرضة أنكرت إنها تعرف عمرو، والحقيقة غير كده. عندنا دليل يؤكد إن الممرضة تعرف عمرو وقابلته قبل كده، بس مش هنعرضه النهاردة لأسباب تخصنا إحنا. يا دكتور مجدي، أنا بستجدي فيك الإنسان. الست دي ملهاش غير ربنا وشهادتك. هنتصل بحضرتك دلوقتي، كل المطلوب منك إنك تشهد شهادة قدام ربنا مش قدامنا، لأن تقرير حضرتك اتاخد منها في الاسم. هنتصل بحضرتك دلوقتي وأنا متأكدة إنك بتتفرج علينا ومتابعنا. أرجوك رد، رد بالحقيقة أيا كان إيه هي. هل تعرف الست دي؟ هل فعلا كشفت على ابنها؟ هل فعلا كان مغتصب؟ انت دليلها الوحيد اللي يحميها. احنا بنتصل بيك اهو يا دكتور وتليفونك بيرن. رد يا دكتور، احنا بنطلب العدالة. واعرف ان ممكن الايام تعرضك انت لنفس الموقف، فارجوك ترد. ارفع السماعة ورد، حضرتك مطلوب للشهادة. دكتور مجدي، خلوا التليفون. هو ده اللي كنت بتقولي قدام عمرو؟ انت زي بنتي وانا اشهد معاكي في اي حته، وصعبان عليا اللي انت فيه، وابنك فعلا كان. كاميرتك اهي فاطمه، كاميرتك اهي، بصي للكاميرا وكلمي الدكتور، هو بيتفرج عليكي. دكتور مجدي، فين القسم اللي انت اقسمت بيه انك تقول كلمه حق؟ احمد، ده انا كنت وانا وهي اللي انت كشفت عليه قدام الست دي. انا كنت انا وهي والله، قلت لاخواتك هم اللي السبب في اللي انت فيه. لما رحت لك انا وعمرو من اسبوعين، ما قلتليش اخواتك هم اللي وصلوكي كده؟ ما قلتليش اخواتك هم اللي ما رضوش يخلوكي توصلي؟ اتصلوا بيه، اتصلوا بيه بالدكتور تاني من فضلكم. ليه يا دكتور؟ ليه؟ ده شهاده حق. الكاميرا بتاعتك اهي يا فاطمه، فاطمه بصي للكاميرا. اخواتي مش هينفعوك يا دكتور. لما تتحط يوم القيامه، لما تتحاسب، اخواتي مش هينفعوك غير شهاده الحق اللي هتقابل بيها ربنا. ولا انا ولا حد هينفعك. ربنا بس هو اللي هينفعك في يوم الاخره. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. ازاي يا دكتور ما تردش على التليفون؟ عدم رد حضرتك ان الست دي معاها حق وانك متهدد وخايف. خيري واثق. لان ببساطه لو الست دي كانت كدابه حضرتك كنت رفعت التليفون وقلت انا لا اعرفها ولا ده حصل، والست دي كدابه. عارفني، عارفني يا دكتور، ربيكي وعارف ان انت ما تكدبيش، بس اخواتك اللي ضيعوا حقي. اهدي يا فاطمه. حسبي الله ونعم الوكيل. يا ابله منى، والله هو رنت عليا الساعه 6 الصبح. حسبي الله ونعم الوكيل. المصحف بتاع ربنا لقيته وترن عليا. انا عايزه اسالك سؤال، اسمك سعاد. سعاد، حصل ولا لا ان انت كنت معاها عند دكتور؟ والله كنت معاها، ورحت له بالنسم كنت معاها. والمامور معلش بس بالراحه واحده. كنت معاها والله يا مدام منى، كدب الدنيا كلها. كنت معاها. شفتي الولد وهو بيكشف عليه؟ كنت معاه ودخلت جوه. ايه ده اللي خلعت البطانيه يا فاطمه؟ استني. والله يا مدام منى انا كنت معاها. ده هي رنت عليا الساعه 6 الصبح وانا عندي في البيت، وتعيط لي وهي منهاركه خلاص، وتقول لي شايفه يا سعاد، شايفه، وتعيط عياط يا ابله منى صراحه. مش هو بقول لها، قالت لي شوفي حسن عمل كذا كذا في احمد، ولقيته والواد تعبان، وتعالي نوديه. ورحت فعلا اول ما رنت عليا والله، رحت لها وخدنا له الدكتور وكنت معاه، ورحنا الاسم وكنت معاه. والله حصل يعني، مش حسبي الله ونعم الوكيل. يعني مش هشهاده زور ولا حسبي الله ونعم الوكيل. شفتي الدكتور وهو بيقول لها فعلا حصل له اغتصاب؟ ايوه انا دخلت معاه عند الدكتور جوه. والله الدكتور قال ايه بالحق؟ استني يا فاطمه. الدكتور قال لها كاميرتك اهي يا سعاد، بصي للكاميرا. حاضر. الدكتور قال ايه؟ الدكتور يا مدام منى قال لها الحمد لله ربنا يحبك انك انت كده لحقتي على اخر لحظه. لو ما اكتشفتوش وما عرفتيش كان ابنك كده انت كان راح منك في الموضوع ده. لا لا مؤاخذه، الكاميرا اللي قلت لك احمد مش قادر اقوله يعني. جرح في فتحه الشعر. ايوه. وقال اللي هي مؤاخذه الحاجات اللي اتعملت لك عليها دي من الشرايين والكلام ده. لان انا ساعه ما دخلت، اثناء ما دخلت اوضه النوم كان لسه هيبتدي. ايوه كنت تاني معاه. كان بيبتدي يعمل في الوقت كان لسه. كنت معاه. ولما رحت الاسم هو كتب لها تقرير؟ اللي هو مين ده؟ الدكتور كتب لها تقرير وكان معاها وراحت بيه الاسم. كنت انا فين؟ لما رحت الاسم التقرير ده اتاخد منها؟ اتاخد هناك، سيبته في الاسم من التبهدله والاهانه اللي شفتها. انا ما اعرفش ايه اللي حصل، هم خدوه. الله احنا من مشينا، احنا مشينا من الاهانه والضرب وكده، خدنا بعضنا ومشينا انا وياه، وما اعرفش بقى خدوه في الاسم ولا راح فين، ما نعرفش والله. بس هو ده حصل، والمصحف بتاع ربنا ده حصل اللي احنا بنتكلم فيه ده.
انت عارفه مدمونه ساعه ما جوز اتصل بخيري تاني لو سمحت. انت عارفه مدمونه ساعه ما جو خليكم مع الدكتور وخيري ساعة الجرازين ما يبطلوش رن. مدمونه ساعه ما جو كسروا عليا الشباك دخلوا صوت التليفون بتاع الدكتور من فضلك. ساعه ما جولي خلي الدكتور يسمع ان الناس كلها سامعه ان الدكتور اسمه ايه؟ مجدي زكي سويرس. مجدي؟ مجدي زكي سويرس. مجدي زكي سويرس. يا دكتور مجدي حضرتك دكتور محترم معروف مقدر عند الناس جدا، هو انسان خلوق فعلا، انسان خلوق جدا مع عدم ردك علينا سيء، ما نرضاهالو ما نرضاهاش ليك، انا بترجاك ترد علينا.